السلام ورحمة الله وبركاته. اه دكتور عملت اللازم؟ طبعا اول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي انت قلت عليه بالظبط. حلو، شو النتيجة؟ البني زي ما قلت معليك، نفس الخلطة بتاعتنا، شوية بينك على شوية رايش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نيشن، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة ناقصة معليك، وعشان كده هرشوا الأبيض المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلعت برع الحيط. البودرة سوقها نايم زي ما معليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطة دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة أما يجرب أبو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال بقى. أنا أتعب وأشقى وأعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البيت لما يصطبح الصبح مسكارة يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ يوم واحد بس. حلو دكتور. حلو. طيب يبقى حاسبه وتبعت رسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على أكلة سمك. افندينا عزمك على أكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. امر افندينا. أهلا. وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شويه صديت يا معلم الفاتحه على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا، وبعد اللف اللي لفته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحي، تقول تاني وتعترف وتقول لي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني اهدى يا حاج، اديني اهدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياة ابوها على كنس حالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقت ابني يا امه، والمصحف لا شرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغالة مع رمانة. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانة، قتلت المال والحكومة خدتها. سيئة عليك النبي تلحقها، دي مالهاش بالدنيا حد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة جت خدتها، والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت المرض. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ أنا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة إن أول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيدويكي في حتة محدش يعرف فيها أي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ أنا عملت إيه؟ هيودوني فين؟ أنا عارفة بقى، ده أنا كمان حاسة إنهم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان أنا عايزة أخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار أسود قليل. طب والعمل؟
يعني احنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفه بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلاب ومحوطه المنطقه كلها، دول محاطين الفيلا من كل ناحيه. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ريت يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل بقى. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقى لها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شوية وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمرة بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت أفندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فقضيت شروع في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتابع لي تحيات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي. كله شمال وننفذ على بعض. افتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاها. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت المالت الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن اكفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بهدايا للبوليس، وهي بصالي بعينيها مش فاهمة انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروتي وقلت لهم رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله، قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس، احنا في سوق مزاده مفتوح، واللي يدفع اكتر بيشيل. كان! كان! هقتلك يا بدران، هقتلك! اقتل اللي جواها، مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الاصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا، اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحميوكي مني، ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك، انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله، لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راشي اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني، عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه، وما سمعش اي نصايح. خميس ا ديباسي توت سي ليميت، il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'a choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها.
On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché. Le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف. ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسر؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحتن السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراوله شح على الاخر، ضربنا الخلطه دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطه ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطه دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذه يعني ما تربيش زبون ليه؟ لان اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته يا باشا. احنا